صباح الخير يا حبايبي، النهاردة هنعمل مع بعض طبق الفراخ الجميل ده، مشوية بدون فرن وبدون شواية، وبجد هتدمنوا طريقتها. خفيفة جدا، منجزة معاكم في الوقت، هتدمنوها. سريعة جدا، ما بتاخدش وقت، مجرد تقريبا تلت ساعة هتلاقوها استوت، وبتبقى فعلا طعمة جدا. الولاد بيحبوها، انا من ساعة ما عملتها وانا ولادي بيحبوها جدا. نسمي الله. ولو اول مرة تشوفوني ياريت لايك للفيديو واشتراك في القناة عشان يصلكوا اي جديد. طبعا انا ببقى مسخنة حلة او صينية تكون كبيرة، بس يكون نوع تيفال علشان الفراخ ما تلزقش فيها. نزلت بمعلقة سمنة واحدة او معلقتين زيت كبار، ما نكترش المادة الدهنية لان الفراخ بتنزل الدهن اللي فيها، المادة الدهنية اللي فيها الفراخ. تمام، بسيب بس الزيت او السمنة يسخنوا، وبعد كده بنزل بالفراخ ايا كان، دبابيس، الفرخة كاملة ومقطعاها مفيش مشكلة، فرخة كاملة وفتحها من الظهر مفيش مشكلة، اهم حاجة الزيت او السمنة يكون سخن. وبديله صدمة وبعلي عليه النار وبغطي الحلة كده زي ما انتوا شايفين، وبسيبها شوية. هنا كانت الفراخ يدوب خدت لون بسيط زي ما انتوا شايفين، انا مش عايزة اللون ده خالص، انا عايزة زي ما يكون هحمرها او هتاخد لون بني غامق كده زي ما هتشوفوا دلوقتي شايفين لونها، انا مش عايزة اللون ده تاني. فهضطر ان انا اقلبها تاني وهغطيها وهسيبها شوية كمان لغاية ما يغير لونها، وهنشوف اللون اللي انا اقصده على الطبيعة. هنا بقى بنقدر نرش حبة فلفل اسمر. تمام، ادي شايفين لونها بقى ازاي، شايفين اهو، شايفين من الجنب كل ما سبتيها شوية. دي اهم خطوة واطول خطوة، بس صدقوني مش بتحتاجوا فيها وقت، يعني مجرد ما الخطوة دي بتخلص، بمجرد ما الفراخ بتكون خلاص قربت على السوا. انا هنا رشيت عليها رشة فلفل اسمر بس، وحطيت ورقتين لورا. تمام، عندك فص حبة هان اوكي، ما عندكيش لا يكلف الله نفسا الا وسعها. هنا اللون اخدته. تمام، انا يعني حشت فخدين كده على جنب عشان اقدر احمرها واقلبها، اهو ده اللون وده الباقي في الحلة عشان اقدر اتحكم فيها. تمام، شايفة اللون الجميل ده، ده اللون اللي احنا عايزينه، اللون اللي احنا عايزين نوصله. تمام، حشنا الفراخ بعد ما قلبناها على الوشين، ونزلنا ببصلتين كبار او مطين مبشورين، بنحطها في المادة الدهنية بتاعت الفراخ، ما بنغيرهاش، بنحط فيها ونقلبها لغاية ما تبقى لونها بني فاتح. هي المادة الدهنية نفسها، السمنة او الزيت، بتبقى اوريدي كده خدت لون بني فاتح. تمام، بننزل عليها بالبصل ومعلقة ملح صغيرة. تمام، بنقلبها، بعد كده بننزل عليها الفراخ تاني زي ما انتوا شايفين. نزلنا بالفراخ ونحاول ما نقلبهاش لان هي خلاص، مجرد ان هي استوت ده، هي بس هنزود لها شوية مية لتأكيد السوى. تمام، نزلت عليها بكوبايتين مية مغلية، شايفين البخار كان طالع، ما بنقلبهاش. بصوا السكينة نعمل بيها تيست عشان تصدقوا ان هي فعلا استوت، مش مستاهله ان انتوا تقلبوها ولا تحركوها جامد لان هي بتبقى مهريه زي ما انتوا شايفين. السكينه طالعه نظيفه اهو زي ما انتوا شايفين. تمام، يدوب بغطيها واسيبها 5 دقايق او 10 دقايق على نار هاديه، بوطي النار هاديه خالص، يدوب بتستوي بتأكيد السوى، لعل وعسى في حاجة أنا مش عارفة أوصل لها في الفراخ، البخار هيسويها تماما تماما. مع إن أنا وأنا بغطيها أساسا العظم يا حبايبي والله كان طال، يعني لو دققتوا معايا هتلاقوا العظم فالت من،
فكانت فعلا مش مستحملة حتى تقليبة. شايفين جمالها واللون البني تحفة تحفة، طعمها كان حكاية. هنا بعد ما خلصت ال10 دقايق بتوعي رصيتهم في صينية، وكنت بقى ايه التركة اللي هنشوفها هنا اللي هتديها التيست بقى بتاعها وتبقى نكهتها جميلة وأحسن من بتاعت بره بكتير. ان انا كنت مولعة فحمتين على النار في المرحلة الأخيرة اللي هي حطيت فيها الفراخ بالبصل وسبتها 10 دقايق على نار هادية. أنا كنت مولعة على فحمتين، بعد ما رصيت الفراخ كده في الصينية نزلت بالفحمتين وعليها على الفحم حبة زيت صغننين وحطيتهم في صينية. تمام، جبت الصينية الأكبر بقى، الأكبر من اللي أنا حطاها علشان أكمرها، ما كانش وقتها عندي ورق فويل أو ورق ألمونيوم، فيدوب نزلت بصينية أكبر، يدوب نزلت بالزيت ورحت كمر عليها كده صينية الأكبر منها علشان البخار اللي طالع تشربه الفراخ كده، تمتصه الفراخ وتدي نكهة الفراخ المشوية، وده الصوص أو البهريز اللي طالع من الفراخ. طبعا حطيته في طبق بولادي وجوزي، والله وانا كمان بنحب نغمزه كده. كنت عاملة جنبها طبق محشي كده مشكل، كان منتهى الجمال. ادي الفراخ بتاعتنا لون وطعم وريحة حكاية. بفكركم بلايك واشتراك للقناة.